سمعنا ان في البوم واما حينزل، يعني انا عيوني قاعده تلمع، فاريد اعرف اعرف ايش اللي قاعد يصير. When are we expecting it؟ هذه الامور. بصي احنا يعني زي ما احنا عاملين 3 البومات بس واما من ساعه ما ابتدينا. هي الفكره في ايه؟ عشان بس ناس قالت احنا سيبنا بعض وان احنا رجعنا، احنا ما سيبناش بعض. الشائعات اللي دايما تطلع علي الفريق، هي الفكره ان احنا بنحب ناخد وقت في تحضير الالبوم. ويمكن اللي خلاكي فاكره واما لغايه دلوقتي فكره الكونتنت اللي احنا بنقدمه، مش فكره احنا عملنا كم البومات عامل ازاي. فاحنا بناخد وقت طويل جدا لان احنا بنعمل الكلام واللحن والتوزيع وكده، فده بياخد مننا وقت. كمان من تقريبا 3 سنين قلنا لازم نبتدي نشتغل على الالبوم، ابتدينا نحضر فيه. بعد ما اشتغلنا على الالبوم حسينا، اكلمك بصراحه دلوقتي بتكلم بصراحه تامه، يعني انا كنت بسافر وبرجع، فكان مثلا بنشتغل على الحان حاجات وبتاع كده، جيت فقلنا خلاص نعمل ميتنج نسمع الاغاني كلها. فانا حسيت ان الالبوم البوم حلو بس في النهايه ممكن حماقي يغنيه، يعني فاهم قصدي؟ ممكن ما فيهوش طعم بتاع واما بالظبط كده، لان احنا بنتميز بنوعيه معينه. فقلت لهم لا تعالوا نعمل ستوب وتعالوا نعمل البوم بشكل مختلف. تعالوا دلوقتي احنا ليه عايزين نعمل البوم ده بديتوا احمد بالظبط تاني. قلت لهم دلوقتي احنا عايزين نعمل البوم ده عشان ايه؟ عايزين نعمل البوم ده اول حاجه احنا دلوقتي بقينا في ايج مختلف، مش قصدي ان احنا كبار في السن، بس في نفس الوقت ما ينفعش بقى في خبره اكتر. احنا حته ان انت تبقى عارف لما واحد بيشتغل في الاول خالص بيبقى عنده كده بيشتغل نوعا ما عشوائي شويه يكون العمل، بس بعدين كده مهنيته ده بيبقى ليه طعم برضه. بس قصدي في النهايه دلوقتي احنا عندنا دلوقتي بقى خلاص بقى في ايدنتيتي لكل شخص كبير ناطرين اللي انتم بتسوونه الحين. فقلت لهم تعالوا نعمل شكل مختلف، احنا عايزين نقدم ايه من الالبوم ده؟ عايزين نعمل ايه؟ هل احنا عايزين نعمل الالبوم ده علشان بس نبقى موجودين في السوق ان احنا واما رجعنا، ولا عايزين نعمل البوم يميزنا بجد ونبقى فيه روح واما؟ لان احنا دلوقتي مش بنشتغل عشان ما نعملش الالبوم ده علشان ننزل نعمل حفله، لا احنا بنعمل الالبوم ده عشان دي المزيكا اللي احنا بنحبها. فعملنا اشتغلنا على الالبوم من اول وجديد، وانا شايف الالبوم فظيع، يعني في الالبوم كله حلو بس في كام اغنيه انا بحبهم يعني.